تلبية لنداء المرجعية بالتكافل الاجتماعي ودعم الملاكات الطبية، أقام عدد من الأساتذة والباحثين من جامعتي الكفيل وكربلاء بتصنيع قناع داعم للوقاية وتوفيره للجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. دأبت جامعة الكفيل على تشكيل خلايا بحثية علمية تخصصية والعمل بأبحاث تطبيقية تخدم المجتمع، وكانت أولى باكورة هذه الأبحاث العلمية هو عمل درع واقي لنتاج علمي بحثي تعاون مشترك ما بين جامعة الكفيل وجامعة كربلاء، وبتنفيذ متكامل من قبل مطبعة الكفيل التابعة إلى العتبة العباسية المقدسة. شكلنا فريق احنا وجامعة الكفيل وجامعة كربلاء، صار في الترتيب انه نشتغل على تهيئة يعني كبديل للقناع القناع الواقي اللي موجود بالأسواق. سوينا هذا النموذج بناء على قياسات معينة ونفس الستاندرز اللي موجودة حالياً اللي نقدر نشتري من الأسواق يعني الأونلاين أو من أي مكان آخر. نتاج علمي تم تصنيعه بأياد عراقية في دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع، جاء موافقاً للمواصفات الفنية والهندسية والعلمية المطلوبة من الملاكات الطبية وخلية الأزمة، ليكون انموذجاً ذا جودة وكفاءة لكي يستخدم من قبل الجهات المختصة لمساعدتهم في الوقاية أثناء تأدية واجباتهم. فكانت لدار الكفيل فكرة بتصنيع غطاء واقي للوجه، ما يسمى هو بالفيس شيلد. هذا القناع الواقي هو تستخدم الكوادر الصحية التي تباشر المرضى المصابين بوباء كورونا. طبعا هذا القناع هو شنو ميزته؟ هذا القناع يغطي الوجه بأكمله، كون أنه الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ، فهذا القناع راح يحمينا العين والخشم والحلق، فيغطي الوجه بأكمله. شروع أساتذة جامعة الكفيل بالتعاون مع مختصين بعمليات البحث والتطوير على بعض المستلزمات الطبية لا سيما القناع الداعم للوقاية، فضلا عن مشاركة دار الكفيل في صناعته، مبادرة لسد النقص الحاصل في الأقنعة الطبية التي شح توافرها في الأسواق بهذا الوقت، ومساهمة منهما في الحملة التي أطلقتها العتبة العباسية المقدسة للوقاية من فيروس كورونا.